السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم ايوب من مروك في المغرب. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو غنتحركوا ان شاء الله لواحد البلاصه اللي سميتها الوالديه، اللي معروفه بزاف بزاف ديال الناس كيعرفوها. غنعيشوا بزاف ديال اللعيبات، غادي نديروا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. نفطروا ان شاء الله. خدت واحد الكاس ديال القهوه، ابار القهوه ديال الزكريا ديك اللي نهضروا على ديك، ضروري خاصها تكون شويه، غنمشيو ناخذوها. وخديت بصيل ديال الحلوى، الله اكبر كريم الله. المهم غناكلو هادشي ونتحركو ان شاء الله. كان صراحة الله هادشي اللي نزلو معايا من هنا ودي معايا، ولكن الغالب الله هادشي ما عندك ما دي. نضربو في القهوة الصباحية. سميتها الجرف الاصفر. فهاد الجرف الاصفر هادي في الفواش كتوصل ليها، كاين مجموعه من المعامل، مجموعه من المصانع اللي كيصنعوا الكبريت. كاين اللي بحال باغ اكزومبل دوك 240 القدام، طاكسيات القدام كيجنوهم، كياخذوا منهم المعدن والتخربيق والى اخره. صوناسيد، المهم هذيك الاخوان هذيك الشركه سميتها صوناسيد. كاين مجموعه من اللعيبات بحال هكا، دونك انتم ديما فاش تدوزوا من هاد البلاصه ديال الجرف الاصفر غاتشموا ريحه الكبريت والى اخره. ابار هاد الشفا فيها واحد البحر شويه مروج، ما كنطلع حتى واحد فيهم اليوم. وصلنا للوالي ديال الاخوان، باقي ما لقيتش راه شي فريمون ديال بصح. دابا حاليا البروبليم ما لقيناش الكرا شويه مخربق، وفريمون الكرا غالي ديال بصح. دونك هادشي اللي خلانا انا فريمون نلقاو نضربو تمارين ديال بصح. خرجنا تقريبا مع 8:30 ديال الصباح، دابا حاليا شي الوحده العشيه او الوحده ونص، مازال ما لقيناش الكرا. فريمون مشكله ديال بصح، واسبيرون ان هاد المشكله نحاولوا نلقاو لها الحل. ومشكل عندنا واحد البيجي اللي هو ما كبيرش بزاف، واحد البيجي اللي غيكفينا في واحد البيريود، وحنا مبغيناش، عندنا فريمون بروغرام مقاد. وملي جينا لقينا بيجي واحد اخر كنا معولين على تقريبا الكراب 200-250 درهم، مي على حسب واحد لي كاركتيريستيك ديالنا ان الدار ما تكونش كبيره بزاف او تكون قريبه لا لاغون، كنا معولين على ان الدار فقط غتكون عاديه وتكون في حي البام اللي هو معروف في الوالديه. فجاه كتسمو ان الكرا اقل حاجه 400 درهم، تخربقوا لينا كاع الخطط ديالنا كامل. بزاف لقينا واحد الدار هادي، لقيناها ب 350 درهم، هي 7000 ريال. 7000 ريال يعني ماشي واحد الثمن اللي هو ممكن انكم حتى نتوما تلقاوه، صعيب بزاف. الحمد لله اللي لقيناها ب 7000 ريال، من فريمون الوالديه كامله ما دايرش 7000 ريال، الحمد لله والشكر لله. بعد اللي لقيناه بالثمن بحال هكا، ويستغواد 10 ايام ولا ما عرفتش شحال اللي غادي نبركوا، نحاولوا نبروفيتيو الماكسيموم بوسيبل، نحاولوا نكتشفوا فريمون بزاف ديال اللعيبات. تفرجوا الفيديو اول مره كيقترح عليكم انكم ديروا معكم واحد ابوني، ديروا معكم واحد لايك. وكتشوفوا راني عرقان الاخوان، حيت صور لهم الشمس الله يرحمكم، والله حتى صلح الحديبيه، صلح فتح مكه، صلح واحد الشمس راني كنشوف. اقسم بالله كيف ما كتشوفوا الاخوان، هذه الدار اللي كرينا، كرينا ب 58 درهم، المده ديال 10 ايام، 1500 درهم 10 ايام. هذا انا مش باغي صراحه الله شي دار اللي فيها الدروج، علاش؟ هذا كان فيها الدروج، سيتادي غنكريو في بخوميييغ ايطاج، اللي كنا غنكريو في بخوميييغ ايطاج يعني كاين بالكون. باركو ماشي هي بحال هاد البلاصه هنايا، اللي هنا غتريح هنا، وكاين الحيط كيحبسك هنا ما يخليش حتى الرؤيه في الفيديو تكون مزيانه. مرحبا بكم في الوالدين. من قبيله يلا الحمد لله لقينا في اننا نبركو، ودابا كيف ما كتسمعوا الظهر خرجنا حنا من الطاشقي مع التسعود، دابا راه الظهر يعني راه جوج تقريبا. سخافت اصاحبي. اكثر حوايج اللي عجبوني في هاد الدار هي هاد البالكون هادي، يعني باش ان كيف ما شفتوا الفيو لتحت لبركشي كاين غير الحيط، ففريمون بنادم كيقول لك اجي ريح السفليه. علاش؟ حيت في السفليه باغ اكزومبل كاين داك البلان ديال غتريح، ما عندكش دروج، ما تبقاش تطلع وتهبط. مي باش زوينه الفوق هي عاوتاني هاد البالكون هذا، اجي نريحوا باغ اكزومبل هنايا غندوزو شي يامات زوينين. اهم حاجه انا عندي اللي ما نسيتهاش وغتجيكم غريبه، كيفاش ايوب قدرتي انك تهزها معاك؟ الميزان الاخوان،
راه في شكل السط راه تكون مدريد تدي بها الميزان خاصك تعرف راسك هنا انك انت مهلي في راسك وانك انت في كل الاحوال مش خايف ما عمرك تخاف على صحتك ولا كذا الا ولا وصل واحد لاج اللي هو طبيعه الحال راه بنادم كيعيا بنادم نورمال مي عقوبه جدام على ميزان دونك هذا الميزان غادي نبقاو نشيكيو فيه البوا ديالنا باش نعرفوا الامور كيفاش غادا دونك دابا تقريبا الساعه شي 4 د العشيه هو الغداء الاخوان داك الشيء محمر مجمر واخا صراحه الله ماشي من النوع واحد التسنول ماشي من النوع اللي كيبغي يبارطاجي الماكله كبر من راسي صاحبي والله العظيم تكبر من راسي ها والله الا كبر من راسي دابا ان شاء الله غادي نتحركوا باش نشارجيو كونيكسيون يعني باش نقدر نتواصل معكم انستغرام وفيسبوك والى اخره بقي غادي نضربوا بشي دويره في هاد لافيل نشوفوا شنو ممكن انه يدار فيها نحاولوا بعدا نبروغراميو ليها نحطوا شي بروغرام فريمون ممكن نديروا في هاد 10 ايام حتى حاليا خلص 10 ايام زعما الفكره دونك غادي نشوفوا هاد 10 ايام شنو ممكن انني ندير فيها دينا خدينا نجمه شارجيناها من بيم دونك النصيحه الاخويه الاخوان فاش تجيو الوالديه واش بغاو تشارجيو نجمه 6 توجهوا نيشان لبيم حيت اي واحد من دوك المحلات اللي كيبيعوا نجمه 6 اللي غتمشيو عندهم زعما غتبغوا تشارجيو رابيد توها فيهم غير ما يبي فحنا مشينا لبيم شارجينا من بيم هو الله يحفظك الله يحفظك المهم الدري هو اللي قال لي سير لبيم سير لبيم راه كيشارجيو رابيد نصيحه بغيتو تشارجيو اي ريشارج رابيد سيرتو في الوالديه ولا كنتو معاك شي مع بلاط كونيكسيون فالنصيحه ديالي هي انكم تجيو نيشان لبيم وشارجيو راه كيشارجي نجمه 6 المهم الاخوان نزلنا الشاطئ ديال الوالديه سو كيف ما كتشوفوا جينا لهاد البلاصه اللي فيها كاينين الصياده اليوم صراحه الله ما عنديش صراحه فريمون الخاطر بزاف انني نصور بغيت الله غير نتانستالا غير نقاد الامور ديالي شوف الحوايج خاصني باش ندوز هاد 10 ايام ان شاء الله ودابا حنا جينا لواحد البلاصه اللي هي فيها كاينين الصياده وابخي تما كاين ورانا شاطئ كرام الطيف مازال غنجيو ليه شي نهار ان شاء الله المهم قديمة هي زوينه المهم بغيت نهضر على واحد الموضوع بالنسبه للاشمنه ديال الكره دونك بزاف منكم غيكونوا جايين للوالديه اولا باغيين يجيو للوالديه وبغيين يعرفوا اشمنه الكره دونك بالنسبه للكره فالثمن ديالو الا كنتو غادي تجيو فقط للدار بحال هذه اللي حنا ماشي حنا فيها دار نورمال سامبل يعني ماشي شي دار دو لوكس فريمون شي دار هربانه وامام الطون ماشي شي دار اللي يمشي يعني دار عاديه لانك غاتباش فيها واللي دار عاوتاني ماشي صغيره عاوتاني دار مزيانه فهمتي محترمه الا كنتو نتوما عائله باغ اكزومبل اولا كنتو نتوما الدراري 20 بيناتكم شي 3 اولا 2 اولا 4 بحال هكاك فكنظن ان دار ديال 300 درهم اولا 350 درهم اولا 400 درهم فراها كافيه اما في نظري انايا بالنسبه لاشمنه الكره في الوالديه غنعطيكم على حساب لي كلاس كاينه لا كلاس الاولى هما دوك الديور اللي حدا لا لاغون اللي كنظن شي تصويره دابا غتكون طلعت لكم هنا اولا هنا اولا شي بلاصه هنا فهادوك الديور هادوك فالثمن ديالهم عالي في الهاي سيزون في شهر 8 فراه حوالي 800 900 درهم ربما تقدر تلقاو حتى 1000 درهم بينما الديور اللي في زعما في المتوسطين يعني كتلقى مثلا شي ابارتمون مزيانه وكتلقى فيه الواي فاي وكتلقى مجهزه مزيان وشي ابارتمون فريمون واعره وفي شي لوكاليزاسيون واعره في سونتر الوالديه فتلقى تقدر تلقاو الثمن ديالها حوالي 500 600 درهم اما الا كانت شويه شي شويه بعيده ماشي بعيده بزاف ماشي شويه وبعيده واحد 15 دقيقه على رجليك فكنظن انك تقدر تضحي بهاد 15 دقيقه على رجليك بلاكس من تمشى اكثر وفي العوض انك تخلص 500 600 درهم غتخلص غير 300 اولا 350 اولا 400 درهم غير هو راعي والاخوان الهاي سيزون دابا الهاي سيزون فيها لا باس ديالها وفيها الهاي ديالها على قد دابا الهاي سيزون فيها فاش كتكون شويه هاي وفيها الهاي بزاف فاش كتكون هاي شويه ممكن تقدر تلقى الكراب 300 400 درهم ولكن الهاي سيزون دابا صح غير نسى 300 درهم 300 درهم ما كيذكروهاش لك كيبداو معاك غير ب 600 550 درهم وانت تقدر تهبط معاهم المهم عموما الكرا في الوالديه زعما الا بغيتي تشكري في الهاي سيزون في شهر 8 فالكرا ما بين 300 درهم حتى فوق حنا ما كنهضروش فهمتي المهم اقل حاجه 300 درهم 250 درهم 200 درهم تلقاها ولكن غتلقاها في شي قرن شويه ماشي حتى لا مي الا كنتو تشوفوا فريمون عندكم طوموبيل ولا كذا ممكن شي بلايص فريمون تلقاو الكره فقط ب 150 درهم وفريمون غندير عليها فيديو في واحد البلاصه اللي كاينه في دخلات الوالديه من جهه كازا
فغنهضروا عليها. كاين فريمون شي ديور تما ممكن تكريو انت ب 150 درهم، مي راه فريمون بعاد بزاف على الوالديه السونطرت الوالديه، فغيبقى ديما انت محتاج الطوموبيل باش تحركوا الى اخره، وهادشي اللي ما بغيناش. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم اليوم، فريمون فيديو كان ما كانش زعما طويل بزاف، هضرنا على مجموعه من الحوايج، شفتوا معايا الفلوك كنا كنقلبوا على بلاصه فين نكريو فيها والى اخره. الحمد لله شي سر لينا انني لقينا هاد الدار هادي اللي فريمون قريبه السونتر الوالديه، بالضبط حدا جامعه الوالديه. دونك الحمد لله والشكر لله على اي حال. ان شاء الله غنتلاقاو غدا في فلوق جديد، نتلاقاو في نهار جديد ان شاء الله. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، ما تنساوش انكم دوزوا لعندي الكونت انستغرام اللي كيتحط فيه شحال من الحاجه اللي ما كنحطهاش انا في اليوتيوب. نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الساعه تشير حاليا الى 9 ليلا بتوقيت ثانيه الرمل. I feel like you want me and I guess in a way you do.